ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم من جديد في جي تي اي سان اندريس. رجعنا النهارده بمود جديد في اللعبه، هو مود شركتي جي. المود حرفيا جميل جدا ويعتبر اضافه جميله للعبه من ناحيه الاعمال. كالعاده هنشوف المود مع بعض، بعد كده هنشوف بيتركب ازاي. ومشاهده ممتعه. اللعبه فتحت معانا بالشكل ده، بعد كده تفتح الماب، اقول لك على المكان بتاعها ونختصرها بالتليبورت عشان وقت الفيديو ما طولش عليك. لاحظ المكان ده ما كانش فيه العلامه بتاعه السيف دي، هو المكان ده اللي فيه الشركة اللي احنا هنضيفها في الفيديو ده. انا هحط مارك هنا جنبها بالتليبورت علشان اوريها لكم. بعد كده بمود المنيو لو محتاج ان اطلع لك الفيديو في البطاقة فوق، وبالتليبورت هروح على العلامة اللي انا حطيتها دلوقتي. بعد كده حمل اهو بالشكل ده، زي ما انت شايف هي دي الشركة اللي احنا لسه ضايفينها دلوقتي. تعال نجرب كده ونخشها. العربيات دي كده كلها تبعها، كل العربيات دي تبع الشركة. لسه فيها العربيات اللي جوه هنا زي ما انت شايف. ده الباب هتخش الشركة عادي، في عربيات هنا برضو. انا مش عارف انا بنط كده ليه. ده الاستقبال طبعا. هنا انت بتختار العربية اللي انت محتاجها، بس مش هختار حاجة بس عشان ايه، انت تكتشف الموضوع بنفسك. هنا بتختار المكان تقريبا اللي انت عايز تطلعه. بعد كده الباب هيبقى من بره، هو الباب الازاز ده كده. انت دخلت الريسبشن من جوه، ده الاسانسير كده. انت طلعت فوق في المبنى، لو انت شايف هتلاقي الهرم ده رفع شوية، وهنا في سلم هتطلع فوق لحد ما يطلعك الشقة بتاعت السي جي. هنا انت طلعت البلكونة زي ما انت شايف، انه المبنى في مكان كويس قوي كده. تقريبا انا استعرضت كل حاجة في المود معاكم. يلا بينا نشوف طريقة تركيب المود ازاي. اول حاجة انت لازم يبقى عندك ملف كله لتثبيت اي مود في جي تي اي سان اندرس. لو مش عندك الفيديو يطلع لك في البطاقة فوق، روح شوفه وارجع كمل الفيديو ده. بعد كده هتنزل في وصف الفيديو تحت هتلاقي قناة تليجرام، هتدخلها وتحمل منها المود بشكل مباشر بدون اي روابط او اعلانات. وبعد ما تحمل الملف بالشكل ده هتفك الضغط عنه، هيطلع معاك بالشكل ده. هتفتحه وهتفتح الملف الاولاني اللي هو المانيوال انستليشن. بعد كده هتفتح ملف كيلو وهتاخد الملفات دي كده كلها كوبي، وتروح على ملفات اللعبة تفتحها بالشكل ده، وتفتح ملف كيلو وتنسخ الملفات دي هنا. انا نسخهم قبل كده فبيطلب مني الموافقة على الاستبدال. بعد كده هترجع تاني للملف بتاع المود وهتفتح ملف الداتا، وهتاخد الملفين دول كوبي، وتروح هنا على ملف الداتا وتنسخ الملفات دي هنا وتوافق على الاستبدال. بعد كده هتقفل الملف خالص وتروح على البرنامج اللي انا سيبهولك برضو في قناة تليجرام. هتفتح البرنامج ده وتدوس على العلامة الزرقاء دي، وتروح على ملف اللعبة. انا حاطط اللعبة هنا. بعد كده هتفتح مودلز، بعد كده تختار gta3.img وهتدوس على اوبن. بعد كده هتدوس على السهم الاخضر اللي نازل لتحت ده، وهتروح على الملف اللي احنا لسه محملينه اللي هو المود، هو ده. وهتفتح برضه المانيوال انستليشن، بعد كده تختار gta3.img وتحدد الملفات دي كده وتدوس على اوبن وتدوس على العلامة الزرقاء دي. وبس كده انت ثبتت المود بدون اي تعقيد. وبس كده يا شباب، يكون انتهى فيديو النهاردة. بتمنى انه يعجبكم، ما تنساش اللايك والاشتراك، واستنونا في المودات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم.